مش هشرب الدواء يعني مش هشرب الدواء. يا سيدي اعمل معروف، اعمل معروف عشان خاطري. غوري من وشي بقول لك. صباح الخير يا زوزو. صباح النور. مش عاوز ياخد الدواء؟ خالص يا ستي. طب هاتلنا الفطار بسرعة. البيه كان سهران وبيقول الفطار الساعة 10. حاضر. شوكولاته
سكرانته؟ لا سكرانته ايه؟ ده مرحم اكتيوري. كلا. ايوه دهنت بيه سقف حلقي. ماله سقف حلقك؟ مفقفق. مفقفق؟ مفقفق. انت اللي اديتيني الشوكولاته. انا يا ماما ده هو كده. بعد ما اقول لك الدكتور هو اللي امر لي بال. انا اللي امر هنا. مفيش مصروف النهارده. ليه بقى يا ماما؟ ولا كلمه. وسيارتك كان المفروض تحلي الضهر بمهلبيه. كده؟ انت اكلت كميه سكر كفايه، مفيش مهلبيه النهارده. مفيش حلو تلات ايام. ندى؟ نعم يا ماما. ايه القصه اللي انت مدللاها دي؟ قصه؟ خش بكيها حالا. اعملي لك همه، زمان الاتوبيس جاي. غريب بقى يا ماما سافرت متأخر، يمكن نغصت بعد الشهر. صباح الخير يا ندى. صباح الخير يا صفية. تأخرتي ليه؟ بيني وبينك أصل كعب الجزم اتخلع وكنت بصلحه. مش قلتي إن جوز مامتك ادالي الجنيه عشان تجيبي جزمة؟ أصلي أخدت الفلوس وديتهم لأحمد ابنه عشان يشتري بيهم كتب. بتحب احمد قوي مش كده؟ هحاول ازوغ من المدرسه، مش ضمن الحصه نهين. اسمع، فوت عليا في الفاونتانا. اورفوار. هاتي الشنطة، روحي هاتيلي الفستان الروز والبدارة وصباع الروج. يلا ما توفي زي العبيطة كده. اوه اتفضل يا فندم. هاتي. فين الروج والبودرة؟ اهو يا ست. هاتي. اما يصحى بابا قولي له ما ينساش يحضر هدية عيد ميلادي، وماما تفوت على الخياطة. ارجع لي الفستان جاهز. ها ايه مالك واقفه مبلمه كده ليه؟ خسروا امبارح؟ ايوه. ماليش دعوه، قولي لهم الحفله الليله وانا عازمه كل اصحابي. بكى والنحيب وجع قلب، والاخر ساعات البيه يتجوز ويسافر كوم حماده، ولا ايه يا ندى؟
سرحانه في ايه يا ترى؟ ولا حاجه. ولا حاجه ازاي؟ الظاهر في مغامرات جديده. ضروري. هو معقول لحد دلوقتي مفيش حاجه؟ انا ما تخبيش، باين في عينيكي. قولي لي اسمه ايه؟ هو مين؟ حبيبك. حبيبي انا؟ بلاش اسمه، شكله ايه؟ احكي لنا. اسمه اسمر وعينيه عسلي وطويل على قصير. اتعرفتي بيه امتى؟ من زمان، من زمان قوي. وخرجتوا سوا؟ طبعا خرجنا كتير قوي. وامبارح بالليل، امبارح سهيتهم وقابلته. رحتوا فين؟ رحنا الهرم طبعا. اهو كده الشغل. سحارة سيتي؟ اه. فين؟ سحارة سيتي. ايوه سحارة سيتي. ورقصته؟ اه رقصت. وهيصته؟ اه هيصنا قوي. ليه انت؟ لساعة 12، لا لساعة واحدة. ووصلني بالعربية لحد البيت. واه بتحبي يا نادي؟ اه يا تفيدة الله. ما قلتي لي في الاتوبيس انك ما دكتش الحب واصل. كدبت عليكي. مش معقول يا ندى، ده انت عمرك ما خرجتي من البيت لوحدك. ايه يا ندى، تسرحي بينا ولا بنفسك؟ يا خبر، انتوا مش مصدقني؟ يا خبر. الله، زوجك حلو قوي يا ندى. يا ندى دمه خفيف موت. وصغير، جابته منين ده؟ بيساعي وعفريت يا اختي عليه. يا ترى بيحبها؟ تكذبي يا ندى؟ بتوريهم صورة اخوكي وتقولي عليه انه حبيبك؟ اعمل ايه يا صفية؟ كل يوم البنات يجوا يحكوا حكايات وانا ما عنديش ولا حكاية. هو لازم الواحدة يبقى لها حكاية. يعني ايه يعني ما احبش؟ نفسي احب يا صفية زي كل البنات. على طريقة سناء برضو؟ لا، نفسي احب واحد بس، احبه من قلبي واتعذب عشانه واتجنن عشانه واموت حتى بس احبه. مستعجلة ليه يا ندى؟ ما هو يوم ورا يوم، يعني هحب امتى بقى؟ ما تخافيش، لسه بدري. لسه بدري؟ صوري زينب خدمتنا حبت وهتتجوز اللي بتحبه، وانا ما حدش بيعبرني خالص. يعني صفية قولي لي انا وحشة؟ بالعكس انت حلوة قوي. ما ليه ما حدش حبني لحد دلوقتي؟ لسكينة مدرسة التاريخ اتنقلت النهاردة وحيجيلكم بدلها أستاذ. حضرة النظرة بتنبه عليكم انكم لازم تعاملوه بمنتهى الأدب والرفقة واللياقة والاحترام، وأي شكوى من أي بنت حضرة النظرة هتوقع عليها عقوبة شديدة جدا. ودلوقتي سكوت تام. اتفضل يا أستاذ. متشكر قوي، اقعدوا. انا هزوغ الحصه دي. ازاي؟ هتشوفوا. انت قاعده لوحدك بعيد كده ليه؟ اصل يا استاذ عندي طول نظر. طول ايه؟ يعني ايه؟ يعني ما بشوفش الا من بعيد. وشايفاني دلوقتي؟ طشاش. الحصادي هختبر معلوماتكم في مادة التاريخ، واحب يكون الجواب على قد السؤال. السؤال الاول، مين اشهر ملكة من ملكات التاريخ؟ قولي. كليوباترا ملكة مصر. اقعدي. وانت؟ بالاسم ملكة سبا. وانت؟ شجرة الدر ملكة مصر. جدع. اقعدي. وانت؟ الملكة زبيدي مرت هارون الرشيد. انت منين؟ انا بطيشت. وانا من ملوي. بالجوزي. وانت؟ كاترين قيصرة روسيا. اقعدي. وانت؟ فيكتوريا ملكة انجلترا. جدعة. اقعدي. وانت؟ ليلى دياب. ليلى دياب ده يبقى ايه؟
ملكة القط. قط؟ اه. اخرجي بره. ليه يا استاذ؟ ان شاء الله مش هتحضريني ولا حصه. ان شاء الله يا استاذ. سكوت. السؤال الثاني، ايه اهم الثورات اللي قامت في مصر في العصر الحديث؟ قولي. ثورة 19 وثورة 23 يوليو. جدعة، اقعدي. صفية مش هتجيني الليلة؟ معلش أسماء ما تعبانة. سلامي. باي باي. مع السلامة. باي رنا. باي. سعيدة ماما. سعيدة. مش قلت لك ما تبقيش تطلعي نوبة واحدة؟ عايزة الحق يا ماما تكوني عاوزة حاجة. ماما مالك يا ماما؟ ولا حاجة. ولا حاجة يا صفية. مغص. خدتي الحقنة برضه. مش قلت لك يا ماما بلاش الحق عندي بقى. شكل قبل ما ينزل. قرت عليا لازم اخدها. هو مش عايز خير. ده شرط جوازه بيا. وما يهموش حياتك. انا اتجوزته عشان اقدر اصرف عليك لغايه ما تتخرجي. وكل حي يروح لحاله يا بنتي. ريشة. أوام بحسن مجاعة. اغرف اللحمة والشوربة على الرز ما يتشرب. كرفوسة. كرفوسة. يا رفسفس. عرفت انا فوزتي. الله يعافيك. يعني عليك برد وشك زي طبق الورد. ده بس من نار الوابور. خدي طحالبتين اللي هو اشتريته مستلخانة وانا جاي. شوي دلوقتي جنب القفل. حاضر. الخاضر بنقول انت الشنجانة اداني تشكة اللي بيت بزيادة شيلن. مع ان ابن الرفض منفعه الشهر ده بستة جنيه ونص. حرمناه في جتته. فين الاف؟ يلا معطوفين بس بالزيادة. سعيدة يا عم. اللحمة استوت؟ ايوه. تعالي هنا. انت يعني خدت فلوس عشان تشتري جزمة. مفيش جزمة. والله يا عمي اظن اديت الفلوس لاحمد مش كده؟ عشان يشتري كتب. ده واد خايب، ده لو يشتري الكتب خانه بحالها برضه هيسقط. بس شجعه انت وهتشوف. والله انا عايز اشوف منه طيب ولا راضي، بس يبعد عني. يبعد يروح فين يا عم؟ يروح في داهيه، يروح في مصيبه، يروح مطرح ما يروح. شربة المواسير دي؟ ماشي. حلو. البهريج عليها فكرين. واد الشقار. ادي قدامي هنا. اقعدوا بقى خليه يستمخ بالاكل ده، ما حدش يكلمني. هاي جوزيفتو وصل. ما فرحتش رايح الجامعة وجاي من الممعة. خش يحمل الأكل على الصف. أنا جعان أول ما فطرتش. أهلا وسهلا، اتفضل. بس دخل كتب واغسل إيدي. إلا بالحق، فين الكتب الجديدة اللي أنت اشتريتها؟ أدي كتاب أهو. كتاب واحد ب 100 قرش؟ الكتاب التاني هقسمه بعد أسبوع. لا بسمع، أنا شغل البوكة ده ما ينفعنيش. فين بيت الفلوس وديتها؟ يا بابا. أول لما شتحت. وأنا إيه؟ ايه بقى بتنزل فلوس؟ يا شاكر لازم الكتاب ما حدش يرجع فوق. بسمع، ما دام ما جبتش الكتاب التاني ترجع الكتاب الاولاني وتجيب الجنيه تديه لها تجيب جزمه. انا مش عاوزه جزمه. طب انا بقى عايز الفلوس. الكتب لازمها يا شاكر. مش عايز يروح جامعه. ما يتنيل يشتغل بالتوجيهيه. اه عجبان انا التوجيهيه. واقف كده ليه؟ ما تترز تدفع. اقعد يا انا عارف ما وديتكش صنع ليه؟ اللي انا بختي اسود. كان الموت بدل ما خد امك كان خدك انت. على الاقل كانت هتروح جامعه ولا مامعه. الله ما تمد ايدك. انا شبعان. ان شاء الله ما طفحت. تلاقيه لغي سندوتشين فول راكزين على قلبه. متزعلش يعني، حقك عليا. بعد ما يقوم ينام هجيب لك تاكل. مش هاكل يا صفية. عشان خاطري يا احمد. طب هاكل معاك تاني. ما تتعبيش نفسك، مش هاكل، مش هاكل. طيب طيب ما تزعلش.
لا مؤاخذة. في البيت حفوت عليك حالا بالعربية تروح سينما كايرو فيها فيلم جنان نار الحب. طيب يا مجدي هستناك على رأس الشارع بس هات المذكرات وياك. أورفوار. تأسف يا ندى مش حاضر اوديك السينما الجمعة دي. ليه بقى؟ خليها بقى للجمعة الجاية. الجمعة الجاية؟ افهمي مجدي هيفوت عليا وهنروح نذاكر عند واحد صاحبنا. المذاكرة أهم من الفسح. اسمع طب احلف كده انك رايح تذاكر. جرايه يا ندى عايزاه يعطل نفسه عن المذاكره عشان تخرجي تتفسحي. يلا يا طارق ما تسالش فيها. اتفضل اتفضل ما تتكسفش. اتكسف من ايه يا بت؟ ولا حاجه بس ما تنساش سلم لي على مجدي صاحبك وتذاكر معاه في العربيه كويس وتيجي في نص الليل زي امبارح. يا ماما يا ست ماما طب والله ده رايح يقابل واحده صاحبته. والله هو حر هو راجل. راجل؟ ايوه راجل وما يعملوش حاجه فاهمه؟ راجل راجل كل ما نجيب سيرته تقولوا لنا ده راجل يعني الراجل بس اللي من حقه يتصرف زي ما هو عاوز. بنت حاضر يا ماما انكتلنا بس من فضلك يا ماما انا ما بروحش سينما الا كل يوم خميس. ابوس ايدك يا ماما بقى توديني السينما اللي تعجبك. سجين زنده سجين ابو زعبل زي ما انت عاوز. خالتي جاية تزورنا النهاردة. طيب طب أروح مع زينة. عال تبقى تمت عشان واحد يقعد جنبك من هنا وواحد جنبها من هنا وتبقى أردغانة. يا ناس مش هنقعد والله هنقع هتلطف في الحيط كده. ما تتعبيش نفسي. يا ماما يعني أتزرع في البيت ده؟ أنت أحسن مني ما أنا مزروعة أهو. ما أنا تعرف الزمن. Thank you.
له. ندى لازم تيجي، انا بفكرك. انت نسيتي حفله عيد ميلادي ولا ايه؟ لازم تيجي وهاتي صاحبك معاكي. هتتبسطي قوي يا ندى، ما تتاخريش. ها مش هقدر يا ليلى. ايوه يا سناء، هنقل الكشكول وحدهولك يوم السبت في المدرسه. اورفوار يا سناء. كورنيش في البرد ده؟ ما بنحسش بالبرد ابدا يا ستي. وهتاكلوا دورة مشوي؟ ايوه يا ستي، يبقى لذيذ لذيذ قوي يا ستي. الله يا ربي، حتى الدورة المشوي مش طايله. تصبحي على خير يا ستي. زودو. نعم يا ستي. اسمعي، تعالي بسرعه، دقيقة واحدة عاوزة منك خدمة. ربنا يخليك ويجوزك بسرعة. النص ريال ده هترهفي منه 8.5، والتلات تعريفة تتكلمي من عند البقال بالتليفون، تغيري صوتك وتعملي نفسك جاية من بيت صفية، وتقولي ان صفية تعبانة وحالتها خطرة خالص. يا خبر اسود. وبعدين؟ ايوه وبعدين انا هتصرف. يلا روح. حاضر يا ستي. اسمع زوزو، اوعي ماما تكشفنا لحسن تدعملنا. ها ما تخافيش يا ستي. يلا. حاضر يا ستي. زوزو انا خايفه يا زوزو، ما تسيبينيش هترجعي لي تاني، مش كده؟ حاضر يا ستي. حاضر. يلا زوزو. افندم. يلا بقى. حاضر. عن اذنك يا ست هانم، اروح اجيب المكوى قبل ما امشي. روحي بس ما تعوقيش. ماما، تعرفي يا ماما، انا فكرت برضو في اللي قلتيه، لقيت انه عندك حق. في ايه؟ يعني لو كنت خرجت ورحت السينما ما كانش بقى عندي وقت دلوقتي انقل كشكول سنة. طب شدي حيلك بقى، انا هدخل جوه اذاكر يا ماما. ها طيب يا حبيبتي. من طرف صفية دي لازم تعبانة. ايوه كانت عيانة النهارده في المدرسة بالذات.
خبر يا خبر. وجبتولها دكتور ولا لسه؟ كويس. حالا حالا. ايه مالها صفيه؟ يا عيني يا صفية، يعني انت ناقصة صوار يا ماما. اغمى عليها دلوقتي حالا وتلجت وحالتها زفت خالص. لو كانتش خالتك جاية كنت رحت شفتها. ما تتعبيش نفسك، اروح انا. انت؟ ايوه يا ماما. بقى بيني وبينك ده واجب ولا ايه؟ يعني هي على فكرة دي محتاجة فلوس قوي عشان تشتري دواء وعشان الدكتور. امال يعني كلمتني ليه؟ عندك حق يا بنتي. وكويس اللي زينب ما روحتش عشان توصلك. ايوه يا ماما. خدي. ماشي قوي يا ماما. يا زينب زينب. ماما زينب فين؟ راحت المكوية وزمانها جاية. اهي جت. كل ده في مجال المكوية. ما تخش يا بنت، بلاش لكاعة عشان تلحقي توصلي ستك ندى. على فين يا ستي؟ على صاحبتي صفية. متأسفة ما اقدرش. ايه اللي بتقوليه ده يا غني؟ يا ست انا اجازتي اللي لاجي عشان خاطري يا زينب. ما اقدرش، خطيبي مستني. هنروح ونيجي بسرعة يا زوزو، دي صفية عيانة قوي يا زينب. يا ندمتي؟ ده احنا نروح قوي، نروح على عينينا. يلا بسرعة. يلا. تاخدوا تاكسي وتكونوا هنا 9 بالدقيقة. حاضر يا ماما. 9 بالظبط. أنا فاشفس، أنا فاشفس. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، يا صلاة النبي. حاسب يا شاكر، حاسب. الاطباق هتتكسر. هتتكسر في 60 دقيقة. أنا واخدة الحقن النهاردة. مش كنت تقولي كده من الصبح؟ ما كنتش شربت ده كله؟ ما جراش حاجة، أقل عشان تعرف تنام. طب ما تجيبيش الكلام بقى دلوقتي، خليها لبكرة. وقد سئل إديسون عن سر نجاحي فقال: القدرة على المثابرة والاحتمال. وسئل عن العبقرية فقال: العبقرية عبارة عن 2% وحي وإلهام و98% عرق واجتهاد. أحمد، مفيش فايدة، مفيش فايدة. ما تقدرش تعيد اللي أنا قلته. الكلام ما بقاش يثبت في دماغي. أنا بدخل امتحان مذاكر كويس، لكن من خوفي، من الرعب اللي أنا عايش فيه، الإجابة بتطير من دماغي. ما حطش قادر أتحمل، أعصابي تلتف. أبويا وبينتقم مني لأني جبت الدنيا دي غصب عنه. من يوم ما اتولدت وأنا في عذاب. أحمد، ما تفتكرش إنك متعذب لوحدك. أنا وأمي وفي زينا كتير. أنت عارف والدك مستحملني ليه؟ عشان خاطر أمي. ويوم ما يستغنى عنها هيطردنا إحنا الاتنين. أمي بتعرض حياتها للخطر وأنا خايفة عليها، وكل الناس خايفين. كل إنسان له عاده بيعمل حساب، أب قاسي أو فقر أو مرض. لكن المهم إن الواحد يتغلب على الخوف بالصبر والأمل. أيوة يا أحمد، الأيام بتمر والحال بيتغير، واللي يتعب في الأول يرتاح في الآخر. صدقني يا أحمد. ودلوقتي تقدر تسمعني الفقرة الأولى من حياة إديسون؟ كان إديسون في بدء حياته يخاف من الفشل خوفا شديدا. كان يقضي الليل مؤرقا والدموع تكاد تنهمر من عينيه. وذات يوم طلع عليه صباح مشرق تنسم فيه عبير الزهر، فأحس كأن الحياة قد ردت إليه، والأمل وقد ملأ قلبه، والثقة وقد احتوت نفسه. شاطر يا أحمد، 10/10. يا ترى مين؟ أهلا وسهلا. أهلا. إزيك يا أحمد؟ الحمد لله. تفضلي، صفية موجودة. أهلا أهلا. أهلا صفية. أهلا. إزيك؟ الله يسلمك. أهلا. تعالي. أنت كنت بتذاكروا؟ أيوه. أنا كنت جاية أطمن على نينتك. متشكرة يا ندى، ربنا ما يحرمنيش منك أبدا. صفية، تيجي نخرج؟ نروح فين؟ نروح أي حتة. نمشي في شارع فؤاد، نمشي في سليمان باشا، نتفرج على الفيترينات، نشوف اللي رايح واللي جاي. أصل عندي إذن لساعة 9. معلش، أصل ما قلتش لماما وزمانها نايمة دلوقتي. أعمل لك شاي؟ أيوه. لا، ما تتعبيش نفسك بقى. انا هقوم. اقصى عليك الحرب الصغيرة دول؟ ايوه. هتروحي على طول؟ هروح. صباح على خير يا صفية. انت من اهلك.
هدى برافو انك جيتي. امال صاحبك فين؟ صاحبي اللي ورجينا صورته في المدرسه. ده سهل، كل سنه وانت طيب. ميرسي يا حبيبتي، تعبه نفسي. ميرا برافو عليك انك خرجتي. هدى بلاش، ممكن سيجارة؟ لا أصلي شاربة كتير النهاردة، لسه البطيئة دلوقتي.
ترى اسمك ايه؟ ايه؟ صار حرف ايه؟ ابدا يا جدو ابدا. يا بنت اقول لك يا جدو، انا ما اخبيش عليك، امبارح بالليل حصل ايه؟ حلمت حلم جميل جميل قوي يا جدو. خير يا بنت؟ خير يا جدو، زي ما تقول معزومه في حفله عند واحده صاحبتي. كويس. رقص ومزيكا واخر هيصه. تعالي. وقال ايه؟ انا قاعده ومكسوفه وحاطه ايدي على خدي، وفجاه ظهر شاب زي القمر، لابس بدله رسميه والنياشين على صدره، والكاب هياكل من جبينه حته. ما شاء الله. وبعدين؟ وبعدين حسيت بقلب انخطف. وبعدين؟ عينيا يا جدو ما نزلتش من على عينيه. لازم عينيه كانت حلوه قوي قوي يا جدو. وبعدين؟ رحت انا بقى. رحت فين؟ رحت خالص، رحت من الدنيا، سخسخت يا جدو. الله اكبر. وبعدين؟ وبعدين يا جدو بصيت لقيته بيضحك لي. طبعا، ودي عايزه كلام. ضحكت له. وبعدين؟ رقصنا. وساعتها ما بقتش حاسه بالدنيا، تهيألي يا جدو اني خفيفه خفيفه زي الريشه، واني بطير في الهوا. وبعدين؟ وبعدين افتكرت ماما. اخس. جريت منه، جاي ورايا ما حصلنيش. من ساعتها يا جدو وانا شايفاه قدام عينيا، وصورته مش راضيه تفارق خيالي ابدا ابدا. الكلام ده كان امبارح. كان امبارح في الحلم. ايوه ايوه في الحلم يا جدو. واسمه ايه بقى فارس احلامي؟ ما قاليش يا جدو ما قاليش. وبيشتغل فين؟ برضه ما قاليش. يعني ما اتكلمتوش ابدا؟ ولا كلمة ولا كلمة. على العموم ده عريس وحيجيلك. انت يا جدو انت حيجي. انت واسمتك بقى. جدو. نعم. قال لو كان ده حصل حقيقي يبقى عيب؟ ابدا. الحب يا بنتي مش عيب ما دام بريء والغرض منه شريف. افرض ان حصل حقيقي، تفتكر تصرفاته هتكون ايه بعد ما جريت من قدام؟ هيسأل عن اسمك وعنوانك ونمرة تليفونك. من مين يا جدو؟ من صاحبتك اللي بتقولي كنت عندها. تمام يا جدو تمام والله. طب وبعدين؟ هيحاول يكلمك في التليفون. يمكن ارد عليه يا جدو. مفيش مانع، بس جس نبضه، شوفي كلامه جنسه ايه، هزار ولا جد. طب ونعرف ازاي؟ بيقولي لي. حاضر يا جدو حاضر يا جدو. الو 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 مين؟ انا شوقي. صباح الخير يا ندى. صباح الخير شوقي ابن خالتي، الله يسلمك. بذاكر. ايوه. حنان. ايوه. هروح المدرسه. ايوه. ميرسي. ان شاء الله. مع السلامة. I'm gonna go to the bathroom.
الو 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 هزم الاهالي الانجليز في حمله رشيد شر هزيمه، وانسحب فريزر بقواته بعد ان كبده الشعب خسائر فادحه. دي حكايه جديده دي. يا سلام، تعرفي ان انا اموت في البطاطس المحمره المقرمشه؟ طعمه ولذيذه قوي. دي اول مره اسمع فيها صوتك. تعرفي ان صوتك لذيذ قوي؟ سمعاني يا ندى؟ ندى سمعك يا سناء. من ساعه ما شفتك وانا بفكر فيكي، ما بنامش الليل، نفسي اشوفك، اقابلك، اكلمك. وانت كمان؟ يعني ممكن نتقابل الليلة عند سناء؟ ها؟ ندى رد عليا. ألو ندى. الله، السكه انقطعت من عندك ولا ايه؟ الو الو ايوه يا سناء، الظاهر في حد دخل في الخط. لم اخذه، معلش مش هقدر اجيلك يا سناء، اصلي تعبانه. اصلي تعبانه يا سناء. أول مرة بالك ينشغل. أول مرة بقابل واحدة بالشكل ده. ده صنف جديد بالنسبة لي. خايفة عليك. من إيه؟ من الحب. أنت عارفة إن أنا حبي طياري. أنا زي النسر. ألف حوالين الكتكوت وهوب
اخطف الفوق. مش يمكن الكتكوت يخليك زي العصفور وبدل ما تخطفه انت لفوق يجيبك هو الارض؟ ان كنت انت ما قدرتيش. يا دمك شايفني واقعه فيك قوي. سنة طب اعملي لي خدمه، اعزميها عندك في البيت. نعم. تذاكر معاكي. لا ما تتعبش نفسك. طيب ممكن تخليها زوغ المدرسه؟ ماليش دعوه. اغص عليك، انا مش خدمتك قبل كده؟ انا مش ابن عمتك؟ طيب وبعد ما تقابلها احكي لك على كل حاجه. على كل حاجه؟ والله العظيم على كل حاجه. ميرسي يا سنسو. ميرسي ميرسي يا حبيبي، مع السلامه. ميرسي. يا ترى اسمك ايه؟ ندى انا عاوزاكي. عن اذنك يا صفية. ندى انت هزوري النهارده. ازوغ؟ هيستناكي بره المدرسه. مش ممكن يا سناء، انا عمري ما عملتها. يعني مش عاوزه تقابليه؟ عايزه بس خايفه تقفش. ما تخافيش انا عامله حسابي. لا يا سناء اعملي معروف. هيزعل منك. ما حقوش يزعل، ابقي فاهمي والنبي. ده حالف لو ما تقابلتوش النهارده مش هيكلمك ابدا. ابدا. ولا في التليفون؟ ولا في التليفون. طب بس هزوغ ازاي؟ انا جايبه لك فستان معايا، خدي. ايه ده؟ حلاوه بالشوكه. اعمل بيها ايه؟ تاكليها. عبال ما توصلي المدرسه زورك هيلتهب وحرارتك هترتفع، هتوصل 40. كلي كلي قبل ما تدخلي للحكيمه. ابقي اشطفي رقبتك بمنديل ودعكي عينيك لغايه لما تحمر. كلي بقى كلي. وانتي عند الحكيمه تمثلي الدور كويس وتفرحشي قدامها الحمر. فاهمه؟ كليها كلها. كلي كلي. خير يا قمر. ندى انا هقول لك خبر مش كويس يا ندى. البقيه في حياتك يا بنتي. حياتي انا؟ ايوه. وارجوك تستقبلي النبأ بشجاعه.
يا خبر يا أبلة، مين مات يا أبلة؟ خالتك. إزاي مش ممكن؟ دي كانت عندنا ولا امبارح؟ مش ممكن، مش ممكن. لا شدي حيلك يا ندى، شدي حيلك يا بنت خالتي. يا خبر اسود ومنيل، يا خبر اسود ومنيل، يا خبر اسود ومنيل، يا خبر اسود ومنيل، يا خبر. يا حبيبتي كلنا لها، ما تخليش الصدمة تأثر عليكي بالشكل ده. عيطي يا ندى، عيطي. أيوة يا ندى عيطي، ما تحبسيش دموعي، مش كويس علشانك. حاضر. مع السلامة يا ندى، بلغي عزائي لوالدتك. حاضر. أوروار يا فندم. أوروار. يلا ندى. حاضر. خلي بالك منها يا ابني. مرة في زواجي من المدرسة؟ لأحسن حد يشوفني وأنا معاك. ما تخافيش، الشوارع فاضية خالص. قومي بقى. خلاص؟ أيوة. لحد دلوقتي أنا مش مصدق. معلش، بكرة التعويض. ما تفتكرش إني هعملها تاني. أنا هعملها. هتعملها إزاي؟ هجيلك بالطيارة فوق المدرسة ولف لفة واتنين وتلاتة وهوب اروح خطفك. هيبلغوا عني. هم عارفين انا مين. من حق. انت اسمك ايه؟ عادل. عادل. ايه رأيك؟ مش بطال. والدك اسمه ايه؟ متوفي. اسمك عادل متوفي؟ المرحوم والدي كمان رياض، كان صاحب مصانع غزل في اسكندرية. متأسفة. ووالدتك؟ والدتي عايشة في اسكندرية لغاية دلوقتي، كل يوم اخد الطيارة الخصوصي بتاعتي اروح ابوس ايدها وارجع تاني. انت عندك طيارة خصوصي؟ ايوه، المرحوم والدي ادالي هدية لما دخلت الطيران. اسكندرية. اسكندرية. وهوديك بورسعيد والقنال وارجعك مصر. امتى؟ بكرة. بعد ساعتين. ما تخافيش، ارجعك في وقت المدرسة. دي تنفع. دلوقتي فوق فوق السحاب. كنت بحسد اصحابي لما كانوا كلهم بيحكوا قدامي. محسن وداني الصحراء سيتي، رفعت فتحني في الهرم، اكتر واحده فيهم راحت البيوم. تعرف مش هيصدقوني دلوقتي لما اقول لهم ان انا كنت فوق فوق السنه السبعه، إنه قمت طيلاها وأقدر أمسكها بإيدي. عادي. إيه؟ من ساعة ما شفتك وأنا بحب والله. وأنا كمان حبيتك من أول نظرة. لقيت فيك الصورة الجميلة اللي بدور عليها من زمان. عادل. أيوه حبيبتي. ما شفتي زي قبل كده؟ كل واحدة شفتها فيها حاجة مني. أيوه. اللي عينيها حلوة بس، واللي شعرها لطيف بس، واللي دمها خفيف بس، لكن أنتي أحلى من كل البنات اللي في الدنيا. يعني عادل. أيوه. من غيري طلعتها السما. مفيش حد أبدا. 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 أبدا أبدا. أبدا أبدا. آخ بحب الله.
ايه؟ ايوه روح. انا بقرا في الروايات وبسمع من اصحابي. يعني اذا كنت بتضحك عليا قول. ندى ازاي الكلمه دي تطلع من بقك حلو؟ ما هو انا لو عرفت انك كده ولا كده ده انا موت نفسي. اصلي بحبك قوي والله. و فمن فضلك يا عادل تقولي من دلوقتي. ندى اذا كنت انت خايفه امال انا اقول ايه؟ ده انت تلاقي زي انا كتير قوي. انا مش ممكن الاقي زيك ابدا. لا يا خبر. راح فين يا مرحانه؟ مش قادر اروح. المره الجايه، المره دي ما جبتش الباراشوت. طيب انا مش هكلمك تاني. طيب معلش. ولا حابلك تاني كمان. طيب معلش. يا وحش يا حلو. اسمي يا بنتي جاني تاني. طب استني. عاوزه تقولي ايه؟ انا عاوزه اقول يا جدو. حلمت تاني؟ حلم؟ لا المره دي حقيقه. قابلته يا جدو. قابلت ايه؟ قابلته. ايوه. انت قابلته النهارده. طيب بقى اقعد. يا جدو. ندى جت من المدرسه؟ ايوه يا ست هاني. طب قولي لمصطفى يحضر الغداء، زمان طارق جاي. حاضر. فضل يطلع بالطياره وبعدين؟ لحد يا جدو ما بقينا فوق السحاب. وبعدين؟ وبعدين قال لي كلام وقلت له كلام. ايه في ايه يا زين؟ الاغراب ده اسم حضرتك يا ستي. باسمي انا؟ اللهم اجعله خير. أعزيكم في شقيقتكم للفقيدة الرحمة ولكم طول البقاء مديرة مدرسة البنات الخاصة. ألو؟ ألو؟ فهيمة؟ أختي؟ أنتِ موجودة؟ وفي لحظة يا جدي لقيت نفسي مش سامعة صوت الطيارة ولا كل الكلام اللي بيقوله. وفجأة بسني يا جدو. استنى لما اخد شوية سكر. مع السلامة. مع السلامة يا اختي. نمرة المدرسة كاملة. اديني دفتر في التليفون. حاضر. وبعدين؟ وبعدين لما فقت من البوسة بعدته عني بعزم نفسي. كويس. وفضل يتأسف ويبوس في ايديا ويبوس في رجلي. قلت له يا جدو مش هشوفك تاني. اوعى تقابلني ولا تكلمني. اوعى 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 يا جدو. اوعى يا جدو. حضرة النظرة من فضلك روحت؟ ممكن تديني نمرة البيت؟ شوفي يا بنتي انت بتحبيه مش كده؟ قوي يا جدو قوي بحبه. لكن لسه هو ما حبكيش. لا يا جدو لا ده حبيني قوي حبيني قوي والله.
يا بنتي اللي يحب انسان يخاف عليه. خرجك من المدرسة ولا هموش مصلحتي. ثانيا ركبك الطيارة وخدك فوق السحاب علشان يخيلك ويبهرك. ثالثا باسك. لا يا ندى، البنت محدش يبوسها الا عريسها بس. لا مجوش، علشان كده انا بسأل. لازم سافروا البلد على طول. اشكرك على تعزيتك. الباقي في حياتك يا ستي. متشكرين. مع السلامة. وزي ما قلتيله، لا تقابليه ولا تكلميه. حاضر يا جدو. أما بقى إذا كان بيحبك هيجي وهيخطبك. ايوه يا جدو. طارق، في حاجة؟ مالك يا ماما؟ اختك بتعرف واحد. تعرف واحد؟ خرجها من المدرسة بحجة انه ابن خالتها. ابن خالتها؟ وكذب على الناصرة وقال لها ان خالتك ماتت. يبقى مين؟ اه ده اللي عايزين نعرفه. وهي فين؟ فوق في اوضتها؟ خلاص يا ندى، توعديني. اوعدك يا جدو. حبيبة قلبي. بذمتك البوسه دي مش احسن من ديكها؟ ندى. قدامي على فوق. قدامي. ايوه ستروبي يا بابا، ما فيش حد بينجح ستروبي قبل. لا فيه
واخر السنه هترنخ. اطمن ان شاء الله. ان شاء الله تاخدها من قصيرها وتسيب الجامعه وانت ناجح. ازاي يا عم الكلام ده؟ مش عايز حد يفتح بقه. قلت ايه يا جميل؟ حتى لو خدت المجانيه مش حطونا. اوعدك يا بابا. ومين هيدفع لك مصروف جيبك وتمن الكتب والمراجع والتامين الصحي وتامين المكتبه؟ الاخ 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 مين؟ اسمع، انا لقيت لك وظيفه ميري ما حدش طايلها ابدا، مع وندوده ب 28 قرش يوميا. قلت ايه؟ اكلمك تديني ظهرك؟ لا مؤاخذه، بكره تنزل معايا تقدم الطلب. حاضر. حاضر دي يعني من غير نفس؟ حاضر حاضر حاضر. انت مش هتعرف وشي يا عم، انت مش هتعرف وشي. طيب انا هعرف اوريك. اي مكان غير هنا هلاقي فيه حريتي وكرامتي. انا ما بقتش زي الاول، انا كنت قابل الذل علشان كنت خايف، لكن دلوقتي ما بقتش اخاف من حد ابدا. هلاقي شغل وهكسب، هيبقى عندي فلوس كتير، وانت ووالدتك ملزومين مني، هخلصكم من شره. ما قلتليش يا احمد هتروح فين؟ انا مسافر السويس، هقعد مؤقتا عند عم خليل قريب والدتي لغايه ما الاقي شغل. هتبقى تبعت لنا اخبارك عشان نطمن عليك. اول ما الاقي شغل هديك خبر. وقبل كده اذا قدرت هبعت لك جواب كل يوم. صفية، مش عارف، حاسه اني مش هشوفك تاني. ليه يا صفية؟ يمكن لانك ما فرقتنيش ابدا. توحشينا يا صفية. وانت كمان يا احمد. هبقى اكلم مين وابقى اذاكر مع مين؟ كان امل ان اكمل تعليم. الحياه مدرسه كبيره يا احمد. اذا كنت هنجح في حياتي فعشانك انت، انت املي ومستقبلي. الليلة بعد أمس.
لما اجيب لك الروايه اللي ما كملتهاش عشان تتسلى بيها في القطر. أنا ما طلعتش جنتلمان، تصرفت غلط. أنت عارف هي زعلت ليه؟ عشان ما بوستهاش تاني. يا شيخة حرام عليك، دي كانت هترمي نفسها من الطيارة. بتتقن التمثيل يا أستاذ. التمثيل تعمل واحدة ما ترتاحها، شافت كتير. ومين قال لك إنها ما شافتش كتير قوي؟ وأكد لك إن أنا أول راجل تعرفه. وشرفك عندي ديك النهار في المدرسة مورينا صورة واحد صاحبها، وقالت لنا بوقها قدام كل البنات إنها سهرت معاه في صحارى سيتي لوحدهم وشربت ورقصت لنا. طب اسمعي، بكرة الجمعة ممكن تخليها تزورك في البيت عندي؟ عشان؟ عشان أعيد النظر، يمكن أكون غلطان. الو، مين انت؟ مين؟ سناء مش موجوده، خرجت راحت عند واحده صاحبتها تذاكر، ما اعرفش هي مين. ماما لحظه من فضلك، قولي لها راحت عند صفية. صفية؟ أيوة. ألو، دي راحت عند صفية. العفو يا بنتي، أنا مامتها. أهلا بيكي، مع السلامة. رايح فين يا طارق؟ عند صفية، أكيد هيروح لها هناك. يلا يا عادل. مين ده؟ ده صاحبها اللي قلت لك عليه، الظاهر مدياله ميعاد هنا. ولا يهم، اطلعي قولي لها اني تحت. ما تيسر الشر احسن. اطلعي، مالكيش دعوه. Thank you.
تسمح تقول لي انت واقف هنا ليه؟ وسيادتك واقف هنا ليه؟ لو قربت ناحيتها بعد كده هقتلك. كفايه علي كفايه سيبه. اول مره في حياتي اطلع مغفل. سناء. نعم. عاوز اعترف لك بحاجه. ايوه عادل. انا كنت بحب. طب ما انا عارفه. المهم دلوقتي تنسى الموضوع ده خالص. لا لازم انتقم. والولد ذنبه ايه؟ الولد ضحيه زيي، انما هي لازم انتقم منها. عاوز الحق اتصل بوالدتي في اسكندريه. ايه ده خدها ليه؟ هطمنها قبل ما تعرف من الجرايد. يا ريت تكلميها معايا. اقعدي جنبي. اقعدي. 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 اقعدي انا. اقعدي. انا قاعده وحشك. نمره اسكندريه كام؟ اطلبي فرانك الاول. نمره 10. طيب. الو لا الو الو نمرة اسكندريه كام؟ الو ايوه النمره كام؟ النمره كام؟ الو اسكندريه النمره كام يا اسكندريه؟ النمره 64 0 34 أمام من فضلك. أنا همشي بقى. وتسيبيني لوحدي؟ أنت بقيت كويس قوي. مش هتكلمي ماما؟ لا كلمها أنت. اخص عليكي. أنا كنت بحسب هتفضلي معايا لغاية ما عادل يا خبر عادل عادل. لا ما فيش حاجة. أنا هخش أستريح شوية لغاية ما ماما تكلمني.
اعتذر لها، ابوس ايديها. عايز تتخانق تاني؟ مليون خناقه، بس تسامحني. قولي لي اعمل ايه؟ تعمل عمل تخليها ترفع راسها قدام زميلاتها في المدرسه، وتثبت لسناء وغيرها ان الدنيا لسه بخير، وان في حاجه اسمها حب شريف نظيف. ميرسي يا صفيه، ميرسي.
زمانه جاي والموقف هيبقى حرج جدا، وساعتها ما اضمنش هعمل ايه.
اكتب وفهمه انها مخطوبه لابن خالتها. اكتب. بيموت نفسه عشان حد. خلاص ندى اتخطبت. كنت فاهم غلط. كنت فاهم اني اقدر احقق سعادتي بايديا، بفلوسي، بمظهري. كنت فاهم ان الحب اللي من القلب ده موضه قديمه. لما كنت صغير كنت ببصبص لبنات الناس، كانت امي بتنبسط تقول لي هيص، بس اوعى تعلق لواحده منهم. وانت، ما انت كمان فهموك الحياه غلط. فهموك انه الحياه زي القمار، علشان تكسبي لازم يبقى في ايدك جوكر او اتنين، زي السبق لازم تلعبي على الحصان الكسبان. سناء، عاوز اقول لك حاجة قاسية شوية. أنا صاحب واحدة زيك،
إن أنا لو أحب أتجوز أتجوز ندى. إذا كنت عاوزة تلحقي نفسك روحي وقطعي جواكر كلهم اللي في الكوتشينة وادعي ربنا يرزقك براجل فيه قلب يحبك زي ما قلبي بيحب ندى. وأنا متأكد إنه هيغير نظريتك في الحياة ويسعدك. لازم اشوفك واكلمك. صدر امر لازم اسافر. مهمة سرية. مش عارف فين ولا امتى هرجع. لازم اكون بعد بكرة في مطار الدخيل. ندى الفرصة لسه قدامنا. تعالي معايا. تعالي معايا يا ندى دلوقتي. حرام نتعزم. انا عارف بتفكري في مين؟ في خطيبك. هو ملوش ذنب. لكن احنا كمان ضحايا زيه. لا بلاش تخافي دلوقتي. انا عايزك تفكري. ما تنسيش اني بعد بكره الصبح اخر فرصه لينا. هقوم بالطياره بتاعتي من المكان اللي انت عارفاه. هستناك لغايه الساعه 7 هنوصل اسكندريه ونكتب الكتاب في بيت والدتي. وهتعيش معاها لغايه ما ارجع. سامعني يا ماما؟ وين المكان تيجي؟ خير يا بنات. صباح الخير. ندى بصي في وشي كده، في حاجه؟ لا مفيش. صفيه في رش في شفايفي؟ ابدا. شنطتي ايه؟ ما فيهاش فستان الخروج، خلاص بطلت ازوغ من المدرسه. صفيه ندى
ايوه انا اتخطبت. اتخطبتي؟ على الطيب وابن حلال. مبروك يا سناء. ميرسي يا صفيه. عقبالك عقبالك يا ندى. لما تتجوزي عادل ضروري تتجوزيه ضروري. اوعي تضعفي يا ندى اوعي. وسامحيني. كمان عايزه تهربي؟ ها؟ انتهي انتهي. كلمي خالتي وتحددوا كتب كتاب على شوقي المجرمه اللي عايزه تفضحنا قدام الناس. اعملي حسابك من النهارده كل يوم اخوك هيوصلك المدرسه. رجلي على رجلك.
كلفة الأدب. يؤسفني ويحز في نفسي أن أنعي زميلة لكم من أكرم الزميلات، كانت عزيزة علينا جميعا، ماتت صفية.
بكل اسف الحاله مش كويسه. عندها ايه يا دكتور؟ انهيار عصبي شديد، ولازم باسرع ما يمكن تتنقل مصحه. مصحه؟ ايوه، مصحه امراض عصبيه. حطعت المصحه كتير. هي وحظها. مش هتكون تحت العلاج؟ العلاج في الحاله اللي زي دي مش حاسم ومش مضمون. ويعني مش ممكن انها تخف. دكتور فتحت عينيها يا دكتور. طيب دكتور ممكن اشوفها يا دكتور؟ بلاش احسن. ارجو انا امها. اعملي حسابك هتشوفي مخلوقه غير بنتك اللي تعرفيها. اتفضل. استاذ رفعت، ممكن تديني فكرة كاملة عن حياتها وظروفها العائلية؟ اتفضل. ندى أنا أمك يا حبيبتي. أنا جد يا بنتي. ندى، ندى يا حبيبتي، بصي لي يا بنتي، بصي لي يا حبيبتي. أنا جده، أنا جده يا ندى، أنا جده، أنا جده يا حبيبتي. يا بنتي يا حبيبتي. شيلي وجهي. فضلك يا هانم تسمحوا استنوني بره الاوضه شويه. نعيمه افندم. اديها حقنه حالا. حاضر. وشيلي كل حاجه من قدامها ممكن تنحر بيها. حاضر. انا هبعت لك ممرضه تانيه تعمل معاك نوباتشيه، تراقبوها مراقبه دقيقه جدا. حاضر. ويستحسن ما حدش يدخل عليها خصوصا والدتها واخوها. حاضر يا دكتور.
المريض في حالة زي دي بيركز كل تفكيره في الهروب من حياته، لأنه يائس منها، وعشان كده بيرفض الأكل والشرب، وإذا قدر يمتنع حتى عن التنفس. العلاج الوحيد أقراص أو حقن تخليها دايما في غيبوبة مستره، ومع ذلك تفضل فكرة الانتحار متسلطة عليها لحد ما تنفذها في أي لحظة وبأي شكل. تأكد يا دكتور إن أنا هنسهر جنبها ليل ونهار. ده مش هينقذ حياتها، ومضي الوقت جسمها هيضعف ومش هتقدر تقاوم. هتموت يا دكتور. مش ممكن، لازم يكون في علاج لحالتها، لازم. علاج واحد مفيش غيره، انكم ترجعوا لها الامل اللي راح منها. اظن انتوا فاهمين انا اقصد ايه. ايوه يا دكتور. مستعدين تصلحوا غلطتكم؟ ايوه. باي تمن يا دكتور؟ مجرد انها تشوفه او حتى تسمع صوته هتخف وترجع لحالتها الطبيعيه. طارق اتصل بيه حالا يا طارق. اوام يا ابني. انا متاسف جدا، عادل في مهمه سريه ولا يمكن الاتصال بيه باي حال من الاحوال. طيب ممكن يا فندم اعرف هو امتى هيرجع؟ هيرجع بعد 3 اشهر. مش ممكن، اختي هتموت، لازم تشوفه قبل ما تموت، لازم تتصلوا بيه حالا تشوفه بس ولو لحظه واحده. ارجوك اتوسل اليك يا ابني. انا مقدر الموقف، لكن الواجب قبل كل شيء. مع السلامه. الو، اديني الدكتور حازم. اوان، من فضلك يا هانم ارجوكي ما تجيبيليش مسؤوليه بنتي. الدكتور منبه ما حدش يدخل لها. ايوه دكتور، كانت هتخنق نفسها، منعناها في اخر لحظه. اديها حقن حالا، وانا هعمل ترتيبي في المصحه عشان تتنقل بكره. المهم ما تخليهاش تفوق ابدا. حاضر يا دكتور، مع السلامه. صح بكره. طارق بيعمل محاولة تانية مع المسؤولين، ويمكن عادي بيرجع. المصحة أضمن، هيحطوها في أوضة انفرادي مبطنة بالجلد، أصل حالتها بتسوء وهيجي لها أزمات شديدة. Thank you.
الخير. مساء النور. ازاي يا هادي الوقت؟ نايم. الحمد لله. عشان اعرف اديها الحق. صدر الامر خلاص صحيح، وراح له الامر باشاره. ان شاء الله يجي في اقرب وقت. امتى يا فندم بالتقريب؟ هو وظروفه تم عرضه بكره بعده بالكتير بعد 3 ايام. متشكر جدا. تسمح لي اطمنهم بالتليفون؟ اوي. نمره كام؟ 860 321. الو. مبروك يا ماما، عادل هيرجع خلاص بالكتير بعد 3 ايام. الو ماما. الو ماما. الو. مفيش داعي تنقلوها المصحة، ربنا يلطف بيها. ممكن تدخلي تشوفيها، ربنا يلطف بيها. Thank you.